السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الأداء، يعني الأداء تاع رامي بن سبعيني، هذا اللعاب نقولوا باللي المستوى تاعو ثابت وفي المنحنى تصاعدي، يعني مباراة بعد مباراة، خاصة وين كان مصاب بالكورونا اللي عاود رجع بقوة. وأمام من؟ أمام بايرن ميونخ. اليوم راه يلعب أمام نقولوا أمام بوروسيا دورتموند، وراهم فايزين. راني نهدر على البريمير ميتو، يعني الأداء تاعو يتحسن مباراة من مباراة. تشوف اليوم كيفاش لعب في الكونتي تاعو، يعني بطريقه دفاعيه في الهجوم، يشارك في الهجوم حتى وين، شوف حتى وين يدخل، وشاهدناه وين يدخل ميليو تيرا. شوف كيفاش، ما تحسوش بلي يلعب كوتي غوش، تحسها بلي يلعب في الميليو تيرا. ارتكاز، شوف كي تحس بها يلعب، كي تبقى تشوف فيه تحس بلي يلعب في الميليو تيرا. راك تشوف كيفاش يلعب، والمدرب تاعو اليوم يلعب بثلاثة خمسة اثنين، راك تشوف كيفاش تحس به يلعب. انت كي تشوف كيما داك اللاعب تاع مانشستر سيتي تاليا اللي غوارديولا كان دايرو كوتي غوش، ولا يدخل الميليو تيرا، يعني ما تدياش بلي هذا اللاعب يلعب كوتي غوش. في بعض الاحيان وين تشوف، خاصة وين تكون السيطرة من جانب النادي تاع رامي بن سبعيني، دي فوا تشوفه يلعب في الميليو تيرا. شوف الخطة تاع مدربين، شوف كيفاش يستعمل اللعب. كانسيلو، كانسيلو هو اللي دارها، هو اللي دارها يلعب. غوارديولا دارها يلعب كونتي غوش، بصح كي تشوفه يلعب في الميليو تيرا. اليوم بن سبعيني انا شفته يلعب في الميليو تيرا، يلعب في الميليو تيرا. القوة تاعو يلعب في الميليو تيرا. على هذيك نقولوا بلي اليوم المباراة وين نقولوا بلي الأداء اللي راه يقدم فيه بن سبعيني أداء يعني مقبول، أداء 100%. تشوف اللاعب صح، هذيك خطرة بالك تسبب في التعادل تاع النادي تاعو، وضربة جزاء اللي نقولوا بلي الحاكم شوية تسرع فيها، ماشي مي جاود بلادنا تسرع فيها، خاطش علاه ما ضربوش بن سبعيني كي راح للبولا، ما راحش للجوار. بالك شتوها، راح للبولا والاربيت تسرع ومن بعد طلب منه السماح. يعني تشوف كيفاش، واليوم كيفاش تشوف بن سبعيني الصعود تاعو والرجوع تاعو واللعب ومساعدة خط وسط ميدان، يعني في التغطية وين يدير تغطية يعني شاملة، تغطية شاملة، ما كاش اللعب كاع، تغطية شاملة. وين الأداء تاعو، حنا كيما هكا نرتاحوا من جانب بن سبعيني، مرتاحين. تشوف بن سبعيني ربي يستر ان شاء الله بربي والله يبارك. وين تشوفه كيفاش راه يلعب مرتاح، انت تشوفه كيما هكا يلعب تقول اي المزيه، راه عندنا واحد كيما هكا، يعني يعطوا بزاف حلول للمدرب المنتخب الوطني الجزائري، خاطش على لونترينير راه يتبع كلش، يتبع المباريات تاعهم، يتبع صورتو. اليوم قيل ما عندناش، اليوم ديجا ديلور ما غاديش يلعب، ما عندناش لعابه الجزائريين اللي غادي يلعبوا اليوم، وقيله ما كاشي. ما كاش جزائري، كاين بن سبعيني برك لا يلعب في البطوله اليوم، بن سبعيني برك لا يلعب. على هذيك نقولوا بلي ودي كي تشوف لونترينير المنتخب الوطني راه يشوف الدور اللي يقوم به بن سبعيني، ويعطي حلول. على بالك يشوف فيه كيما يشوف فيه كونتي غوش، يشوفوا في الميليو تيرا، يشوف كيفاش العامل تاعو، الجهه تاعه كيفاش يخدم في الهجوم، يعني وين التمريرات تاعو المليمتريه. انا نقولوا بلي بن سبعيني تعلم الكثير والكثير والكثير. الناس هذو هما الناس اللي يخدموا، لا راه يلعب في البطوله الالمانيه، كاين اللي يقول لك لا يلعب في الالمانيا سي محمد، اي تريني عند لي زالمو، راه يلعب مع لي زالمو، ونعرفوا العقليه تاع لي زالمو. خطره هو هدرها قال لهم جيت شويه روطار بنص ساعه، قال له المدرب على جيت روطار، قال له السيركيلاسيون، قال له هما الناس عاد تخرج، قال له يخرج على 8:30 ونص 7:30،
ما كتصطاد بعيد وكلش. قال له سير كلاس، قال له لا، قال له لا تنوض على 8، قال له تخرج من الدار 8، اخرج على 7:30، اخرج على 7. اي مثاله، قال له راك هذيك الساعة، قال له تخرج على 8، اخرج على 7. قال له فيتو توصل في الوقت، ماشي صحابك ضاربين 5 دورات وانت هذاك وين بيدخل معاهم. لازم الريتم، العمل لازم يكون متساوي، هاك تشوف كيفاش. ويتعلموا، يتعلم بزاف صوالح، يتعلم الوقت، يتعلم العمل، يتعلم اللعاب. لعاب راه محترف هو، دروك كي تشوفه انت، دروك حنا انا نشوفه يلعب، يدخل الميليو تيرا، يخدم في الميليو تيرا كوتي غوش، يدخل يعاون الميليو تيرا. هذه تطبيق الخطة تاع المدرب، ماشي غير من راسه هكا راه يتبع في البولة، لا، تطبيق الخطة تاع المدرب تاعو. نيو راه يطبق في الخطة تاع المدرب تاعو. شو كيفاش؟ على ذلك نقولوا بلي ودي اليوم وين الأداء اللي يقوم فيه عجبني والله. الله يبارك، الله يبارك، لعاب الله يبارك، ما شاء الله والله لعاب ما شاء الله، والله العظيم نتمنوا له، نتمنوا هذو لاعبين هذو كيما هكا، نتمنوا لهم يزيدوا المواصله تاعهم بدون اصابات ان شاء الله بربي. هذه اللي نتمنوا، خاطر على نبغوا ليكيب ناسيونال، ونبغوا هذ اللعابه يكونوا دائما في المستوى، نتمنوهم يكونوا في المستوى. وين شاهدنا حتى وين غوارديولا وين يحوس كيفاش يتعاقد معاه، وين راه متابع، وين اكدت عده مواقع خاصه موقع اسباني وين قال لك يسعى، موقع انجليزي وين قال لك الاسباني يسعى المدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا للتعاقد مع ظهير الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في الصيف القادم، وذلك من اجل تدعيم الجهه اليسرى التي تشكل له صداع قوي. واكد الموقع ان بن سبعيني يتواجد في قائمه تضم كل من دافيد البا لاعب بايرن ميونخ وساندرو لاعب نادي جوفنتيس، كما يسعى ايضا لتدعيم خط وسط الميدان سعى بلاعب كبير، حيث يضع في مفكراته كل من اسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلون المنتخب الوطني، وكيفن لاعب ليت الانجليزي، ونافيز لاعب نادي فولهامبتون. انا نحوسش عليه، ما نحوس راني نهدر على حنايا كما يقول لك بن سبعين بن ناصر الله يجعل ربي يشافيه، وبن سبعين يا ربي يستروا من الاصابات برك. شوف كيفاش لعب وين شهرين ما لعبش، لباك تدخل في مرحله الشك، لعب شهرين ما لعبش راهي ماهيش زعقه سي محمد، تشوفوا شهرين ما لعبش ماهيش لعب، وكان مصاب على بالك باش شهرين قاعد ما نجمش يلعب. بالك كان يدير لي زونترمون تاعو، كان يداوي، وكان بصح النهار اللي عاود ولا لعب، لعب دوزيام ميطو موراها لعب 90 دقيقة، لعب وقيله 89 دقيقة وخرج، وين قدم اداء كبير وربح، ربح بايرن ميونخ 3-2. يعني ماشي لعب دروك، لعب هذا كون ما عندوش ثقه من جهه المدرب ما يلعبش بنادم كيما نتايا. شهرين من بعد عاود ولا المكانه تاعو الاساسيه بكل سهوله. وشاهدنا المراوغه تاعو خاصه اليوم امام من؟ امام بروسيا دورتموند، يعني فريق يعني محترم عنده شخصيه. انا وين نقول باللي بن سبعيني وين كسب شخصيه قويه في البطوله الالمانيه، باش تكسب ماشي ماهيش لعب، باش تكسب نتايا في البطوله الاسبانيه البطوله الالمانيه تكسب شخصيه تاعك، يعني راهي حاجه كبيره، نقولوا بلي حاجه كبيره. وين شاهدنا كيفاش اللعب تاع شو كيفاش والله اما في غفله شو ضيعوا دقيقه الدقيقه الاولى صاحب البنت الملغى هذاك، شاهدنا كيفاش هولندا هذا هولندا يعني ماركا دو بيت يعني بريمير مي 32 دقيقة. حنا نقولوا بلي المهم بروسيا وين كان نقولوا بلي وين بن سبعيني كان فايز هدف لصفر في الشوط، في الشوط الاول في دقيقة 11. شاهدنا كيفاش في ظرف نقولوا بلي خمس دقائق وين بروسيا دورتموند وين عدل ويضيف الهدف، عدل عن طريق هولندا في الدقيقة 22،
هولوند يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28. يعني مباراة ما هي سهلة، رغم أن احنا نحوس على ود بلادنا وشاهدنا التعادل من جانب بوروسيا كذلك يعني في الدقيقة 33 وقيلة، ولا 33 ولا 34 والله ما نجم، وين نايكو هو اللي سجل الهدف الثاني والهدف الأول في 11 دقيقة، وزاد سجل عدل النتيجة في الدقيقة 32. يعني هولوند هدفين، نايكو هدفين، بن سبعيني أداء ممتاز، يعني نتمنى له إن شاء الله يكمل في هذا الأداء إن شاء الله. صحيتو.